لازم نطلع برا ولازم نشتري طاولة ندفع أجار طاولة على أساس إنه نشرد من الكهرباء ونقضي فطور يعني هاني نشوف على الأقل نشوف الأكل اللي بناكله. بعدين عموما يعني إنه مرات بتصدف إنه أنت بيت أختك بيت أخوك بيت عمك ما فيش فيه كهرباء، وين تروح ما بتعرفش. جايين من نفطر على البحر نغير جو ولا شيء، وبعدين ما انت عارف الكهرباء وسوء حال الكهرباء والبيوت والمنازل يعني لا تطاق في الحر الشديد.